وله تعليل وجيه الحقيقة. لماذا قالوا حتى تبقى أو يبقى جريان أجر هذا الوقف على 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 الواقف، حتى بعد موته يبقى مملوكا لرقبته لهذا الواقف ويستمر جريان الأجر عليه حتى بعد وفاته، لأن الأجر كما هو معلوم مقترن بماذا؟ بالملك. لكن مثلا الصدقة، لما الإنسان يتصدق على فقير يعطيه شيئا، يعني أجره بهذه الصدقة، لكن إذا وقف ذلك الفقير هذه الصدقة أو تصدق بها أجرها على الفقير وليس على المعطي الأول. فإذا أثر الوقف على ملكية المال الموقوف عند علمائنا رحمهم الله تبقى على ملك الواقف، وحتى في المساجد سبحان الله وفي المقابر، وهذا له أثار كثيرة جدا في التطبيقات الفعلية والعملية والتشريعية. مثلا عند التسجيل الوقف باسم من يسجل؟ في مسألة النظارة كذلك، فله أثار كثيرة فقهية وواقعية. أما النقطة الثالثة التي يعني أردت التحدث فيها أو في تتعلق بمداخلتي هي في فقه الوقف وتطور أحكامه. المعلوم أن من خصائص الفقه الإسلامي الامتداد والتفرع لمواجهة النوازل المتجددة والأحداث المتغيرة بتغير الزمان والمكان، مع التقيد بضوابط الشريعة وثوابتها التي لا تتغير ولا تتبدل. وهذا ما يعرف بالفرق بين الحكم وبين الحكم والفتوى. الحكم هو خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين، وهذا الخطاب يكون مجردا عن الواقع وعن الزمن، هو يعني الصلاة واجبة واجبة، السرقة حرام حرام، حكم شرعي متعلق ب أو خطاب الله سبحانه وتعالى متعلق بأفعال المكلف. أما الفتوى فهو إنزال الحكم على واقع معين. أحياناً تسقط الصلاة عن بعض المكلف عن المكلف، مثلاً زي عندنا مسألة فاقد الطهورين، من الأقوال أنها تسقط عليه. فإذا الفقه من خصائصه هو التجدد والتفرع لمواجهة النوازل، وهذا يعني إثبات لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. والمتأمل في فقه الوقف يلاحظ التطور المتسارع الذي شهدته أحكامه خلال الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي. أدوار الفقه الإسلامي يقسم العلماء إلى تقسيمات عديدة، يعني منها النشأة تشمل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتطبيق ويشمل عهد الصحابة والتابعين، والاجتهاد والتدوين، والاستقرار والتقليد، والصحوة والتجديد، وهو الذي نعيشه في عصرنا هذا. نسأل الله أن يكون فعلا يعني هناك صحوة وتجديد للفقه الإسلامي. فهذه الأدوار كلها من يعني يتدارس الفقه الإسلامي فيما يتعلق بأحكام الوقف يلاحظ تطور هائلا ومهما جدا في أحكام الوقف. ويمكن إبراز التطور الذي حصل في فقه الوقف في عدة مظاهر، لعل منها يعني مظهرين نلخصهما في مظهرين: الأول في مصادر فقه الوقف، والثاني في تطور أحكامه. أما التطور في المصادر فيشمل الأدلة التي تستقى منها أحكام الوقف، فكانت في البداية تنحصر في تطبيق نصوص الكتاب والسنة والرجوع إليهما عند استنباط أحكام الوقف. يعني من ذلك مثلا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر رواه الإمام مالك في الموطأ، أنه قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها. فكأنه رضي الله تعالى عنه استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فاستنبط حكم لزوم الوقف، وأن الوقف إذا انعقد لا يجوز الرجوع فيه. ثم تطور الأمر إلى إعمال الأدلة الاجتهادية
واستنباط الأحكام الشرعية منها بحسب أصول المدارس الفقهية وفي إطار الضوابط الحاكمة للشريعة الإسلامية التي تمنع التحلل والانفلات من نصوصها وأحكامها الثابتة. ومن الأمثلة الحاضرة في تطور الأدلة إلحاق بعض أحكام الوقف غير المنصوص عليها بأشباهها ونظائرها المنصوص عليها لوجود علل جامعة بينهما، كالوصية مثلا. يعني العلماء كثيرا يقيسون بعض أحكام الوقف على أحكام الوصية، والعتق مثلا ومال اليتيم والوكالة والضمان. ومن التطبيقات الفقهية في هذا المجال مثلا شرط الحوز لصحة الوقف، حوز المال الموقوف، هناك من جعله شرط صحة للوقف لعقد الوقف. يعني إذا وقف الإنسان مالا ولم يحز عليه إلى أن مات فيبطل الوقف باعتبار أن شرط الحوز، وهذا عند المالكية رحمه الله. هناك بعض العلماء لم يشترطوا الحوز، دليلهم في ذلك ماذا؟ فمن جعله اللي هو الحوز شرط صحة قاسه على الهبة والصدقة بجامع التبرع بالمال، ومن لم يشترطه قاسه على العتق بجامع إسقاط الملك. هذه الورقة هي بعنوان واقع الوقف وطرق نشر قطاعته في المجتمع. حقيقة حاولت التركيز على نماذج في كيفية إحياء سنة الوقف، سواء كانت للوقف القائم كيف نحييه، نحن لدينا أوقاف، كيف نحيي هذه الأوقاف، ثم كيف نخلق أوقاف جديدة، كيف نستحدث أوقاف جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. وبذلك فإني أعتذر من إخوتي، ربما تتركوا شيئا من هذا الرجل. كما تفضل أخي الدكتور مصطفى من فقهيات الوقف والتصرفات التي تحصل على الوقف والتي سأستند إليها حقيقة في تقرير ما سأقدمه. نحن نعلم أن الشارع حدد أصنافا للناس في حدد أصناف معينة في الزكاة، هناك أصناف معينة في الكفارات، هناك أصناف معينة، ولكنه ترك مجالا للإنسان المسلم في أن يتصدق فيما يشاء ما دام أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك عندما نرى التاريخ الإسلامي وما تفضل به زملائي قبلك حتى لا أكبر، نرى أوقافا ساهمت في النهضة وفي الحضارة الإسلامية، ولذلك نرى وقف يسمى وقف الزبادة، ونرى أوقاف تسمى أوقاف الزوجات الغاضبات ووقف التنمية الاجتماعية، وهناك أوقاف تسمى أوقاف الخيول العاجزة عن الجهاد، وأوقاف الحيوانات بشكل عام. فهذه كلها نجدها في سنة الوقف، ونجد أن الشارع ترك مجالا للإنسان يستثمر أمواله وينقفها كيفما شاء، وهذه من شأنها ساهمت في إبراز وحرارة الأمة الإسلامية. سأتحدث في هذه العجالة في نصف ساعة هي عجالة إلى الوقف، يعني في نشر ثقافته وفي تعريفه ومبايانه يحتاج إلى حلقات، نسأل الله الإعانة. سأتحدث في نماذج تطبيقية يحتذى بها لتطوير القطاع الوقفي، ثم سأتحدث عن نماذج عملية لاستخدام أوقاف جديدة، يعني ثم استحداث وهي في الطريق إن شاء الله تعالى. أما في المحور الأول سأستعرض هذه النماذج وأحيل على المصادر للاستزادة معرفة تفاصيل هذه النماذج. النموذج الأول وهو تجربة الصناديق الوقفية في الكويت، وتعتبر دولة الكويت يعني من الدول الرائدة في رعاية الوقف على مستوى العالم الإسلامي. فالصناديق الوقفية هي الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي من خلال المزج ما بين الإدارة الحكومية والإدارة الشعبية أو الإدارة الأهلية. ولذلك ظهرت عندنا مسألة الصناديق الوقفية، هي عبارة عن قالب تنظيمي بطابع أهلي، إدارته أهلية، يتمتع بذاتية الإدارة، يشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية. فهذه الصناديق تدعو الناس إلى الوقف من خلال مشاريعها
معينة في الإدارة بطبع أهلي وتشترك مع الإدارة الحكومية للنهوض بهذه المشاريع التي تبنتها. من أهم المشاريع التي ظهرت في الصناديق الوقفية الصندوق الوقفي للقرآن الكريم معلومه، والصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية، والصندوق الوقفي للتنمية الصحية، والصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة. وقد ظهر لهذه التجربة أثر واضح في خدمة أغراض التنمية الشاملة، وأصبحت أداة فعالة من أدوات البناء الحضاري. البناء الحضاري والتنمية عموما هي قائمة على ثلاث أركان رئيسية لا يستغني أحدها عن الآخر، وهذا نجده حتى في التنمية وفي الحضارة الغربية الآن، فهي قائمة في جزء كبير منها على التمويل الخيري. فلا يكفي القطاع الخاص وحده، ولا يكفي القطاع العام وحده، ولا يكفي القطاع الخيري وحده، ولا غنى لقطاع عن قطاع، فلا بد من التنازل ولا بد من الانطلاق في رحم واحد حتى نحدث التنمية الشاملة بمفهومها العام. التجربة الثانية، وأنا أطرح هذه النماذج بالنسبة لتجربة صندوق الكويت أو الصناديق الوقفية في الكويت، هي متاحة لمن أراد الاطلاع على تفاصيلها وكيفية إدارتها وكيفية اتخاذ القرار فيها، هي متاحة على الموقع. أنا أريد أن أركز على الاستحداث وأريد أن أقف فيه، ولذلك سأمر على هذه التجارب كلام حسنين. النموذج الثاني في السودان وهي تجربة الأسهم الوقفية. فنجد في السودان في الهيئة العامة للأوقاف السودانية اتخذت من أسلوب الأسهم الوقفية أداة لتجميع المواد، مما أتاح لاستقرار المالكين. نحن نرى الآن صعوبة وقف أراضي أو عقارات أو عمارات أو إلى آخره بغلاء الأسعار أو كذا أو ارتفاع قيمتها، لكن الأسهم الوقفية أتاحت لصغار المالكين الاشتراك في إيقاف هذه الأموال، وذلك بإصدار أسهم وقفية. تجربة السودان في الهيئة العامة للأوقاف لديهم قاموا بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها الواقفون بامتلاك حصة موقوفة منه في مشروع معين، تم التحري عليه مسبقا، يعني تم إعلان هذا المشروع وطرح إلى السوق، وجاء المالكون ورغبوا هذا القطاع الصحي، هذا القطاع العلمي حسب توجهات ورغبة المالكين. ثم تم تأسيس شركة وقفية أم تسمى الشركة القابضة، أصلها 3 مليارات جنيه سوداني. فتولت هذه الشركة مهمة التجميع ومهمة الإدارة. حقيقة هناك دور بارز للدولة في الأسهم الوقفية في السودان. هذا الدور لعبت الدولة دورا رائعا في الإصلاح بتهدئة القانون، التهدئة القانونية والإدارية، البيئة التشريعية والبيئة الإدارية. أيضا لعل من أكبر الشواهد لدعم الأسهم الوقفية ولدعم الأوقاف لهذه التجربة اللي هي الأسهم الوقفية قرار الجمهور رقم 365، والذي ينص على تخصيص نسبة معينة من أراضي خطط الإسكان الجديدة في كل ولاية من ولايات السودان للأوقاف تستثمرها حسب ما ذكر. يعني أتيح للشركة الأم، هذه الشركة القابضة الأم التي جزء كبير من رأس مالها وقف، أن تستثمر، والدولة هي التي تمنحها وتضع لها حصة من المشاريع حتى تستثمر فيها. التجربة الأخرى هي تجربة في الأردن، وهي تجربة استثمار الوقف في نظام البوت بي أو تي أو البناء والتشغيل والإعادة بالبوم أوبريشن ترانسفير. هذه التجربة وقد أجيزت من في قرار من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي استثمار أموال الوقف بهذه الصيغة، أتاحت هذه الصيغة حقيقة إقامة مشاريع وإقامة مشاريع ضخمة، وهي أن يكون للوقف قطع أراضي مثلا، ولكنه لا يمتلك السيولة الكافية لإنشاء مجمع تجاري أو مجمع سكني أو مجمع صحي، أي نوع من أنواع الاستثمار، فيعطيها لجهة تقوم بالإنشاء والتشغيل فترة من الزمن ثم الإعادة، فيعود هذا المبنى للوقف بعد 20 أو 25 سنة. فصار بالنسبة للأردن لها تجربة رائعة في هذا المجال، أصبح عندها أسواق ضخمة ومجمعات تجارية ضخمة للأوقاف يكون عليها كلها الوقف بعد البناء والتشغيل من الطرف الذي تولى ذلك. هناك نموذج آخر لم أذكره هنا ولكن سأذكره، هو شركة مكة للإنشاء والتعمير. هذه الشركة أنشأت في السعودية لرعاية أوقاف الحرب.
الحرمين في المملكه عموما، وبالذات الاوقاف القزويه، الاوقاف الصغيره التي وحدها لا تساوي شيء ولا يمكن استثمارها، فانشئت شركه متخصصه في اداره الاصول، يعني في اداره العقارات والاملاك واستثمارها. بلغ بعد ان تولت الشركه هذه العقارات الروحيه، الا ان الشركه شركه مكه للانشاء والتعمير، هي شركه يمثل الوقف فيها جزء من راس مالها، هي ليست كلها اوقاف ولكن الوقف يمثل جزء من راس مالها. بلغ عائد الوقف 640% قبل استلام الشركه لها، يعني ضاعفت الشركه بعد ان قامت على اداره هذه الاوقاف القسميه والى اخره، بلغت الايرادات 640% قبل ان تستلم الشركه لهذه الاوقاف. وكل هذا متاح في مصادره من اراد له الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم محمد علاء الدين سالم التكاتك، رئيس قسم العقارات بمكتب أوقاف طرابلس. مكتب أوقاف طرابلس من المعروف بمكان أن له في قسم العقارات العديد والآلاف آلاف من العقارات، سواء كانت أبنية أو أراضي بيضاء أو عمائر أو مزارع أو أراضي توسع. رسالة أريد أن أوجهها إلى رؤوس الأموال ورجال الأعمال أن يقفوا، لأن أن يقفوا لأموالهم، أن يجعلوا وقفية لأنفسهم تنفعهم بعد مماتهم، ولا يلزم أن يكتبها أو أن يسجلها لوزارة الأوقاف وهي الأوقاف، إنما يستطيع أن يتولى النظارة عليها. الرسالة الأخرى التي سأوجهها إلى المستثمرين، عليهم أن لا حرج عليهم أن يتوجهوا إلى الأوقاف وأن يستثمروا معها أموالهم. الرسالة الأخيرة سأوجهها إلى المستأجرين الذين تراكمت عليهم الديون والالتزامات عليهم من قبل مكتب أوقاف طرابلس، أن يبادروا إلى تسديدها وتسوية أوضاعهم، ونحن على استعداد أن نسوي لهم وضعهم وأن نقسط لهم بالقبل، فنظرة إلى ميسرة. نسأل الله تعالى الإعانة. أنت ذكرت بأن هناك آلاف من الأوقاف موجودة في طرابلس، هل هناك خطة متبعة من قبل أوقاف طرابلس لرد هذه الأوقاف أو لمتابعة هذه الأوقاف في المدة القادمة؟ نعم، نحن ساعون وسعينا ولله الحمد المنة في نظام أرشفة أو ميكنة المعلومات والأوقاف في مكتب أوقاف طرابلس، وسعينا كذلك إلى جلب الأموال وتحصيل الإيرادات، ولله الحمد المنة يصل إلى في بعض الأشهر إلى 1,000,000 دينار ليبي كل شهريا، هو الإيرادات تعطى للمساجد وللموقوف من أجلها المبالغ، وتصين بعض المساجد من أوقافها، والتي لا وقف لها تعطى من وقف الجوامع. هل كيف رأيت انطباع الناس أو المستأجرين أو الذين لهم علاقة بالأوقاف بالتعامل معهم؟ هنالك من يتعاون وهنالك من يكابر، والله المستعان. هناك الكثير من الناس يتعاونون بأمانة، والقلة المعاندة نسأل الله تعالى أن يهديها وأن يصلح رأيها ويصلح بالها في أن ترد الحق إلى أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم الدكتور شرف الدين مصطفى شتوان، عضو هيئة تدريس بجامعة مصراتة، باحث في الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية والاستثمار الخيري عموما. حقيقة توجب الشكر للهيئة العامة للأوقاف وعلى مكتب أوقاف طرابلس على إتاحتهم هذه الحلقة النقاشية ودعوتهم لي للمشاركة في إلقاء ورقة من محاور هذه الحلقة النقاشية والمتمثلة في إحياء سنة الوقف. ومن خلال هذا المنبر ومن خلال إذاعتكم الموقرة أتوجه حقيقة
كافة الناس لإحياء سنة الوقف أولا بالمحافظة على الأوقاف القائمة وعدم الاعتداء عليها واستثمارها الاستثمار الأمثل. ثانيا أوجه الناس لاستحداث أوقاف جديدة، وهناك وسائل وطرق متعددة لاستحداث هذه الأوقاف الجديدة، الكل يستطيع أن يشارك فيها، الصغير قبل الكبير والفقير قبل الغني، من فباب الصدقة واسع والكل يستطيع أن يساهم فيه بعون الله تعالى. نعم، رأينا في الكلمة التي قدمتها أو العرض الذي قدمته بعض طرح بعض النماذج لبعض الدول، هل سيتم الأخذ بهذه النماذج في المدة القادمة من قبل الهيئة العامة للأوقاف؟ حقيقة لا أعلم تحديدا هل سيتم أخذ مثل هذه النماذج، ولكن الهيئة العامة للأوقاف ساعية في التواصل مع جهات كثيرة من خلال ما نرى من ما يتم إذاعته في الإعلانات، أو ما نرى زيارات للسودان أو زيارات لأوقاف في ماليزيا أو في المعهد الدولي للأوقاف. فهذا التواصل لا شك أنه سينعكس بتطوير البيئة التشريعية والإدارية للهيئة العامة للأوقاف في ليبيا. نعم أكيد. يعني رأينا عرض أو نشر استبيان حوالي 250 استبيان في مدينة مصراتة، يعني كيف كان انطباع الناس حول الأوقاف؟ هل هناك فعلا فئات من الناس يعرفون حقيقة ماذا تعني الأوقاف الإسلامية أو ماذا؟ هذه الاستبانة جاءت كجزء من دراسة في واقع استثمار المال الوقفي. فالاستبانة جاءت تسأل وتستفسر عن هل الوقف ومفهوم الوقف واضح لدى الناس، وحقيقة من خلال ما تم جمعه وتحليله من الاستبانة يدل على أن هناك قصور كبير لدى الناس في فهم معنى الوقف وفي فهم أدواته وفهم آلياته. فالكثير يعتقد أن الوقف هو تبرع للفقراء أو هو فقط لبناء مساجد، ولا يوجد لديهم المعنى الشمولي للوقف وإحداث التنمية والمساهمة في إحداث الحضارة بشتى صورها ومعانيها. وهذا القصور حقيقة ينبغي بعد تشخيص المشكلة ينبغي طرح الحلول من خلال نشر ثقافة الوقف بعدة وسائل، وتأتي هذه الحلقة التي تعقد اليوم هي تصب في هذا الدور بعون الله تعالى. أحمد إبراهيم شتاوي، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. أولا أرحب بكم وبارك الله فيكم على نقلكم لهذه الندوة المباركة الطيبة التي كانت بمبادرة من مكتب طرابلس بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذه الندوة جاءت يعني على خلفية زرع ثقافة الوقف وإحياء هذه السنة المباركة التي ورثناها عن أبائنا وعن أجدادنا، بل إننا قد ورثناها من النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا للانتهاكات أو التي تعرض إليها الوقف من قبل عامة الناس، فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى من باب تحملنا لهذه الأمانة، أمانة الوقف، نريد أن نوصل للناس جميعا بأن الوقف يعني له حرمته، والاعتداء عليه يعني هو اعتداء على ثروة عظيمة وعلى أمانة نحن تحملناها جميعا. فنحن يعني من باب يعني إبراء الذمة بإذن الله سبحانه وتعالى ستتوالى مثل هذه الندوات حتى تصل الثقافة، ثقافة الوقف، إلى كل الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد من هذه الندوات يعني زيادة المحافظة على الوقف، كما نريد نشر ثقافة الوقف لعل يعني نستغل الوقف استغلال جيد بما يضمن يعني النهوض بالمؤسسات الدولة، وبما يضمن أيضا بعمارة المساجد وصيانتها وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا إنشاء مراكز للعلوم الشرعية في بلادنا الحبيب، وخاصة أن بلادنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وخاصة في عاصمتنا طرابلس يعني تزخر بالأوقاف، وهي يعني مليئة بالأوقاف، إلا أنها لم تستغل الاستغلال الجيد، وذلك كما قلنا لبعض الاعتداءات، أو لأن الوقف يعني قد يسيطر عليه أحد من الأشخاص إما لجهله أو عدم علمه يعني حرمة الاعتداء على الوقف. ولذلك يعني جاءت هذه الندوة المباركة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الندوات متواصلة حتى يتم إيصال الثقافة، هذه الثقافة، ثقافة المحافظة على الوقف، وثقافة أيضا وجود وقف جديد للمساجد ولمراكز التحفيظ وأيضا للمؤسسات التي تساهم في نشر علوم الدين، وأيضا حتى وإن كان يعني الأشياء الأخرى مثلا كالطب والهندسة وإلى آخره من العلوم التي يحتاجها بلادنا بإذن الله سبحانه وتعالى. رأينا في الندوة عرض لبعض النماذج من دول أخرى، هل سيتم الاقتداء ببعض النماذج أو أخذ نموذج من دول أخرى لتطبيقه في ليبيا؟
نعم أكيد، لأن نحن لن نخترع العجلة كما يقولون، بل إن هناك تجارب يعني سبقتنا ونحن ندرس هذه التجارب، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ منها ما يتوافق معنا مع هويتنا ومع طبيعة بلادنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيتم التركيز. وهناك يعني كما رأيتم جمعية الدعوة والعلم الشرعية قامت ببعض الدراسات، وهي الآن يعني نحن معها متواصلين ومتواصلون يعني في هذه البرامج التي تقوم فيها يعني في إنشاء مراكز صحية وإنشاء مراكز تعليمية متطورة متميزة يعني تهتم بأهل القرآن وبعلوم الشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى. سؤال أخير نختم به معك، ما هي الخطوة القادمة بصفتك كرئيس هيئة؟ بفضل الله سبحانه وتعالى الآن بدأنا في تطبيق القانون الخاص بالوقف، وهو يعني إنفاق يعني ريع الوقف على المساجد، وبدأ الآن مكتب طرابلس بالعمل ومكتب مصراتة بدأ بالعمل أيضا على أن الأموال التي تجبى من الوقف تصرف على المساجد في صيانتها وكذا. الآن نحتاج إلى وقفة حقيقة مع الأجهزة الأمنية ومع شركات الاستثمار حتى نستثمر الأراضي التي يعني تكمن في وسط المدن، اللي هي يعني تكون لها بإذن الله سبحانه وتعالى ريع أكبر، حتى يعني نقوم بإنشاء مراكز كبيرة جدا، وحتى يكون الريع أكبر ويتم بإذن الله الاستثمار على أعلى مستوى بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أحمد علي عثمان الصيد، مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية طرابلس. طبعا اليوم كان فيها حلقة نقاش حول إحياء سنة الوقف وفرص استثمار عقارات الوقف في طرابلس خصوصا وفي ربوع ليبيا عموما. طبعا الفكرة هذه الهدف منها إيصال الثقة للمواطن الليبي وبيان أهمية الوقف في التنمية الاقتصادية في ليبيا وفي طرابلس خصوصا. طبعا لأن الحلقة النقاش هذه ترعاها طرابلس بالخصوص، وكانت الفكرة أن عندنا احنا لجنة اسمها لجنة ترميم وصيانة أملاك الوقف والاستثمار، فلما يعني التمست الواقع اللي موجود في طرابلس والعقارات وكيف هي مهملة وكيف أنه مفروض تكون عوايدها أفضل وكيف أنها تستثمر بالشكل الأفضل، فكان فيه اتصال مع مصلحة الأملاك العامة، وكان فيه اتصال مع مصلحة مكتب العقارات اللي هو اللي خص بتوثيق العقارات الوقف، وعندنا اتصال مع مشروع المدينة القديمة اللي بعض العقارات اللي هي كانت الوقف هي الآن تحت إدارته هو، ولكن متعاونين جدا في أنه يرجع للوقف. فصريحة الصراحة يعني الوقف يحتاج إلى وقفة جادة من الكل، من رجال الأعمال ومن المسؤولين ومن المواطن الذي يشغل العقار بالخصوص، ونسأل الله أن يوفقنا في إيصال هذه يعني الرسالة. الهدف الرئيسي من هذه الورش أو ربما تكون هذه الورشة الأولى المبدئية هي طبعا هذه ورشة تعتبر يعني حلقة نقاش استفتاحية في بيان أهمية الوقف للمواطن الليبي، هذا الهدف الأساس. وأن طبعا الحقبة السابقة جعلت الناس ليس عندها ثقة في الوقف، وأن سيوقف هل سيصل إلى من يوقف له، سواء كان أوقف لمسجد أو أوقف لمراكز تحفيظ اللي هم الخلاوي عندنا احنا نسموا فيهم، أو عائد صدقات جارية تعود على الفقراء والمحتاجين. فانعدمت الثقة، ونحن نريد أن نبني جسر الثقة بين المواطن والمؤسسة القائمة على الأوقاف اللي هي متمثلة في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. الفئة المستهدفة اللي استهدف المدعوين تقصد؟ طبعا عندنا فئة رجال الأعمال، وعندنا فئة من القانونيين، وعندنا فئة من الشرعيين اللي هم لأن كما يعلم أن الوقف له جانب شرعي وله جانب قانوني وله جانب اقتصادي. فكما يعني رأيتم في حلقة النقاش كان في هناك جانب شرعي، وكان في هناك جانب نموذج تطبيقي
للوقف وكيفية إسهامه والنهوض به سواء على الفرد أو على المجتمع بصفة عامة.